هذه اللقطة كانت الأبرز مع نهاية مباراة مانشستر يونايتد وفولام. بوجبا مع ديالو وعلم فلسطين، علم فلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني وكل ما يتعرض له طبعا من عدوان في هذه الفترة الأخيرة التي يعيشها الفلسطينيون وكذلك العالم العربي. بالفعل لقطة ملفتة جدا للاعبين، ونذكركم أنكم بإمكانكم أن تتابعوا هذه المقابلة الخاصة مع النجم الفرنسي بول بوجبا يوم الاثنين في 24 من مايو عند الساعة 9:30 تقييم مقدار المكالمة على بي إن سبورتس بريميوم 1. بالفعل لقطة ملفتة جدا من بوجبا. برافو. يلا. تعاطف كبير مع القضية الفلسطينية بعد المجازر الصهيونية بطبيعة الحال. هناك تعاطف كبير من اللاعبين، من الرياضيين، الناس كل تقريبا ممثلين. اليوم العالم كل يخرج تظاهر ضد المجزرة اللي شهدوا فيها في غزة، لكن المقاومة صامدة، المقاومة إن شاء الله مش تغلب على الصهاينة، مقاومة لأنهم عندهم قضية، الصهاينة ما عندهمش قضية، المقاومين عندهم قضية، اغتصاب الأرض وقتل النساء وقتل الشباب، وشاهدنا معناتها القنابل على غزة أيام الأخيرة هذه 7 أيام و8 أيام، ورغم هذا هناك مقاومة صامدة. صحيح. إن شاء الله ربي معهم إن شاء الله، وفي الأخير إن شاء الله. آمين. آمين إن شاء الله. آمين. المقاومة هي اللي بتغلب إن شاء الله. إن شاء الله. الرد الفعل بتاع المقاومة وصل للعيبة، أنا أعتقد إن هم يعني تعاطفهم وإنسانيتهم.